على مدى 34 عاماً، اعتقد أحد أعتى مرتكبي الجرائم الجنسية في بريطانيا أنه أفلت من العقاب بقتل امرأتين والاعتداء الجنسي على عشرات الموتى، لكن لم تظهر الحقيقة الكاملة لجرائمه إلا مؤخراً بعد أن قاد فحص لعينة من الحمض النووي المحققين إلى المجرم الحقيقي. ديفيد فولر عمل ككهربائي في عدة مستشفيات مختلفة في مناطق كينت وساسكس. كان فولر معروفاً بأنه عامل جاد وعضو طاقم ودود في المستشفيات التي عمل بها، ويبدو أنه رجل عادي يعيش حياة هادئة، يستمتع بهوايات بريئة مثل ركوب الدراجات ومشاهدة الطيور والتصوير الفوتوغرافي. في عام 1987 كانت ويندي نيل البالغة من العمر 25 عاماً تعيش وحدها في تومبريدج ويلز في كينت. وفقاً لتقرير بي بي سي، التقت بديفيد فولر لأول مرة أثناء عملها كمديرة في متجر للصور، حيث كان فولر المصور المتحمس يحضر صوره لتطويرها في المتجر وفقاً لما ذكره الإيفنينج ستاندرد. في 23 يونيو 1987 تم العثور على ويندي نيل مقتولة في سريرها عارية ومغطاة بالدماء. حدد المحققون أنها تعرضت للاعتداء الجنسي ربما بعد أن فارقت الحياة. بعد بضعة أشهر فقط هزت كينت بجريمة قتل مرعبة أخرى. كارولين بيرس البالغة من العمر 20 عاماً كانت تعيش أيضاً وحدها في تومبريدج ويلز. كانت تعمل في مطعم بيستر براونز المحلي، وفي وقت لاحق كشفت صفحات يوميات فولر أنه قد زار هذا المطعم عدة مرات. في 24 نوفمبر 1987 أبلغ الجيران بأنهم سمعوا صرخات خارج باب شقة بيرس. تم العثور عليها مقتولة في خندق بعد 3 أسابيع على بعد حوالي 40 ميلا من منزلها، وكانت ترتدي زوجا من الجوارب النسائية. كانت إصاباتها مشابهة لإصابات نيل، مما أدى إلى شك الشرطة في حدوث جريمة قتل مزدوجة على يد نفس الجاني. نظرا لأن كلتا الضحيتين عاشتا في شقق استوديو في تومبريدج ويلز، أطلق على الجرائم لاحقا اسم جرائم بيتسيت. ولسنوات نجح الجاني في الهروب من العدالة، ولكن الحمض النووي الذي تركه وراءه كان سبب هلاكه بعد عقود من ذلك. في عام 2007 توصلت الشرطة إلى تقدم في حالة جرائم بيتسيت بفضل التطورات التكنولوجية في مجال فحص الحمض النووي. بعد مراجعة الحمض النووي الموجود في مسرح الجريمة، تمكنوا من إنشاء ملف للحمض النووي للمجرم، مما يسهل تضييق نطاق المشتبه بهم. في السنوات التي تلت ذلك تطورت التكنولوجيا بشكل أكبر، مما سهل على المحققين ليس فقط استخراج الحمض النووي، ولكن أيضاً مطابقته باستخدام الحمض النووي الأسري، والذي يسمح للمحققين بتحديد ما إذا كان هناك شخص آخر في قاعدة بياناتهم مرتبط بشخص تم استخراج حمضه النووي من مسرح الجريمة. في عام 2020 عثر المحققون على شخص يتطابق حمضه النووي جزئياً تطابقاً كبيراً مع قاتل بيتسيت، وكان يعيش بالقرب من موقع ارتكاب الجرائم، وهو أحد إخوة ديفيد فولر. وصلت الشرطة لمنزل ديفيد فولر أخيراً في 3 ديسمبر 2020 وفقاً لتقرير LBC. وصلت الشرطة إلى شارع مسكون هادئ في هيثفيلد شرق ساسكس، حيث كان فولر يعيش مع زوجته الثالثة وابن مراهق، واعتقلوه بتهمة قتل ويندي نيل وكارولين بيرس. ألقت شرطة كينت القبض على ديفيد فولر في منزله في شرق ساسكس. أخذت شرطة كينت عينة من حمض فولر النووي وتطابقت مع الحمض النووي المستخرج من السائل المنوي الموجود في جوارب بيرس. كما قاموا بتفتيش منزله في ساسكس وعثروا على المزيد من الأدلة التي تدينه في الجرائم، بما في ذلك مدخلات في يومياته وصور تربطه بالنساء المقتولات، وصورة لفولر يظهر فيها نعل حذائه متطابقاً مع بصمة تركت في موقع قتل نيل. ولكن هذا لم يكن كل شيء اكتشفته الشرطة في منزل فولر. بعد اعتقال فولر اكتشف المحققون مكتبة من الفجور الجنسي الذي لا يمكن تصوره، عبارة عن مجموعة كبيرة من الصور المطبوعة وآلاف من أجهزة USB وأقراص مرنة مليئة بالصور والفيديوهات التي تصور الاعتداء الجنسي. عثرت الشرطة على 4 ملايين صورة مزعجة من هذا النوع، ومعظمها كانت من الإنترنت. ولكن بعد ذلك وجد المحققون مجموعة من الصور المروعة التي التقطها فولر بنفسه.
أظهرت الصور فولر يرتكب اعتداءات جنسية على جثث العديد من النساء والفتيات في المستشفيات التي عمل فيها فولر من عام 1989 حتى اعتقاله في عام 2020. وتعود الصور التي عثر عليها المحققون حتى عام 2008 فقط، ويعتقد المحققون أنه من الممكن أن يكون فولر قد اغتصب مئات الضحايا من الموتى، سرعان ما اكتشفت الشرطة أن فولر بصفته كهربائياً كان لديه بطاقة دخول لمشرحة المستشفيات، حيث كان يستطيع الدخول بعد انصراف الموظفين الآخرين. كما كان فولر يعرف أماكن الكاميرات الأمنية ويستطيع تنفيذ هذه الأفعال خارج نطاق رؤيتها، ولكنه سجلها على كاميرا خاصة به. وعثرت الشرطة أيضاً على كتاب أسود يقولون إنه كتب فيه أسماء ضحاياه. بدأ أنه قام بزيارة بعض الضحايا مراراً وتكراراً، سرعان ما رسمت هذه الأدلة المروعة إلى جانب الأدلة على ارتكاب فولر لجرائم بيدي سيت، صورة لرجل مهووس بالإيذاء والاغتصاب والقتل. في البداية نفى ديفيد فولر أنه مسؤول عن جرائم قتل بيد سيت، مدعياً تقليل المسؤولية بسبب حالة نفسية غير مستقرة. وفي اليوم الرابع من محاكمته قرر أن يعترف بالذنب مع تزايد الأدلة ضده. في ديسمبر 2021 حكم على فولر بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج لقتله ويندي نيل وكارولين بيرس، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً إضافية بسبب جرائم المشرحة. بعد الحكم تمكن المحققون من تحديد هوية ما لا يقل عن 101 ضحية في المشرحة، تتراوح أعمارهم من الأطفال دون سن 18 عاماً إلى نساء تصل أعمارهن إلى 100 عام. في أكتوبر 2021 اتهم فولر بارتكاب 16 جريمة إضافية في مستودعات الجثث في مستشفى كينت وساسكس الذي تم إغلاقه الآن، ومستشفى تومبريدج ويلز في بيمبوري بين عامي 2007 و2020، وأقر بالذنب في التهم الموجهة إليه في 3 نوفمبر 2022. شكراً على المشاهدة والسلام عليكم.